سلام من الله عليكم أعزائي المشاهدين، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من الصحافة اليوم. والبداية كما عودناكم بإطلالة سريعة على أهم العناوين. البداية من موقع اليمن اليوم، وفيه نقرأ: تقرير أممي، ميليشيا الحوثي عرضت الناتج المحلي اليمني للانهيار. شبوة، إضراب شامل للمحلات التجارية في بيحان احتجاجا على تعسفات حوثية. اليمن يتسلم أكثر من 1,200,000 جرعة لقاح كورونا. وكالة 2 ديسمبر أوردت العناوين التالية: الجوف، تحذيرات من موجة نزوح كبيرة من مخيمات تعرضت لقصف حوثي. من صنعاء وذمار فقط، ميليشيا الحوثي تعترف بمصرع 41,000 من عناصرها. مصرع 14 حوثيا في كمين محكم للجيش وقبائل مأرب. الساحل الغربي أورد الآتي: مساعدة أممية سخية من أموال المانحين لزارعي الألغام في اليمن. وزارة خارجية إيران: كورونا قتل حسن إيرلو. الحوثيون يساومون أهالي مقبنة باحتلال منازلهم مقابل النجاح. الساحل الغربي يودع نازع الألغام وزارع الأشجار العقيد فرحان السعيدي. وكالة خبر طالعتنا بالعناوين التالية: وفاة سفير إيران لدى ميليشيا الحوثي حسن إيرلو بظروف غامضة. مصرع 14 حوثيا بكمين جنوبي مأرب وتدمير طقمين قتاليين. استشهاد مدنيين اثنين بانفجار لغم حوثي في الدريهمي جنوب الحديدة. مجزرة جديدة يرتكبها الحوثيون في مقبنة غرب تعز. في موقع نيوز يمن نقرأ: إيران تعلن وفاة إيرلو. موقع عدن الغط طالعنا بالعناوين التالية: عاجل، مالية الجيش تعلن صرف راتب شهر يونيو للعسكريين من الحالات عبر القطيبي. الحوثيون يعلنون خروج مطار صنعاء الدولي عن الخدمة. في صحيفة الشارع نطالع: إيران تعلن رسميا وفاة سفيرها لدى الحوثيين حسن إيرلو. ناشطة إثيوبية تكشف عن مقتل وإصابة عشرات المهاجرين الأفارقة في صفوف الحوثيين. من الصحف العربية الشرق الأوسط: ليندر كينغ يتهم إيران بأنها تلعب دورا ضارا للغاية في اليمن. تعافي النسبي للريال اليمني بعد آمال بدعم إقليمي ودولي. مقتل 300 حوثي بضربات التحالف في مأرب والجوف. وأخيرا من موقع الحدث الإخباري: وفاة سفير إيران لدى الحوثي متأثرا بإصابته بكورونا. اليمن، مقتل وإصابة عشرات المهاجرين الأفارقة في صفوف الحوثيين. قصف حوثي لمخيمات النزوح في الجوف. ذراع إيران الحوثية وتحويل اليمن لمقبرة كهنوتية. تحت هذا العنوان نطالع مقالا للصحفي رضوان الهمداني. غادر السفير الإيراني إيرلو حاملا أمعاءه بين أكفه من صنعاء بعد أن دخلها متخفيا كبطل في مغامرات مسلية. غادرها موجوعا قبل أن يفطر بتمر مارب، لكنه بإمكانه أن يفطر بتمر العراق المكلوم حتى حين. وضعه الصحي غامض، وليس لأنه أصيب بكورونا، كما أن ثمة أبعادا في إطار لعبة إيران وهي مدرسة السياسة واللف والدوران في المنطقة، لكن الأمر لم يعد ينطلي على صناع القرار السياسي في المنطقة والعالم. تبرع إيران في المناورات مقارنة بخصومها في المنطقة، كما يبرع تلاميذها الحوثيون في إغال الأحقاد في نفوس اليمنيين ضد الخليج، وينجحون في تصوير أن المعركة اليمنية سعودية وأن الأخيرة لا تريد الخير لليمن مطلقا، وبهكذا ينجحون في تجنيد الآلاف إلى محارق الموت. بالنسبة للحوثي، نفط مارب وغازها أكثر قيمة من دماء أبناء الفقراء الذين سوقهم كنعاج الجبهات. اليوم قالت مؤسسة الشهيد التابعة للحوثيين إن 32,000 شخص لقوا حتفهم في الحرب من أبناء محافظة صنعاء فقط.
من محافظة واحدة حارب كل هؤلاء وضحوا بحياة في صفوف ميليشيا كهنوتية هي الأكثر تخلفا ودجلا في العالم، لكنها بارعة في تجيش الناس إلى صفوفها. أتذكر أحد الأصدقاء من ذمار وهو يقسم لي إيمانا مغلظا أن 450 شخصا من بيت الوشلي في ذمار قتلوا في صفوف الإمامة، وهذا الكلام والإحصائية كانت قبل 3 سنوات. في همدان ادعت قرية بيت نعم أنهم هاشميون ضحوا بكل شيء، ولم يعد أحد يرى على وديان القرية وتلالها شابا أو يافعا ثمه مقبرة تحكي فضاعات الانتماءات العنصرية. لقد أكلتهم الحرب كغيرهم، أما الحوثية فقد فتحت مقبرة مترامية الأطراف لليمن، مقبرة مثل جهنم، كلما قيل لها هل امتلأت فتقول هل من مزيد. سيستمرون في غيهم وتعبئتهم الأيديولوجية في أوساط البصداء الذين لا يجدون قوت يومهم في جوار الخليج المضخم بالمال والرفاهية، الخليج الذي يمثل ورطتنا ونجاتنا، ورطتنا ونجاتهم أيضا. ستستمر المقبرة تستقبلهم بجشائر الصين لا يعرف الرحمة والشفقة، وقد يستمر الخليج في التعامل بخفة وبعقلية الحجر من السائلة والدم من رأس القبيلة، لكن هذه المعادلة والمقاربات تنطوي على مخاطر قد تشوي أكباد الجميع. وفي قراءة للخبر الذي سنناقشه طالعنا موقع اليمن اليوم تحت عنوان وفاة سفير طهران لدى ميليشيا الحوثي في ظروف غامضة، أفادت وسائل إعلام إيرانية صباح اليوم الثلاثاء بوفاة من تسميه إيران سفيرها لدى ميليشيا الحوثي حسن إرلو متأثرا بإصابته بفيروس كورونا. وأكدت الخارجية الإيرانية خبر وفاته متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، حيث أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية خطيب زادة وفاة إرلو بكورونا في مكان مهمته، وأكد أنه عاد إلى البلاد طهران في ظروف غير مواتية ورغم كل خطوات العلاج إلا أنه توفي. وكان إرلو غادر قبل 3 أيام مطار صنعاء الدولي على متن طائرة عسكرية عراقية بعد موافقة التحالف لأسباب إنسانية. وكان السفير الإيراني شوهد أثناء مغادرته المطار بوضع صحي حرج للغاية، وتم نقله على سرير متنقل عبر سيارة إسعاف إلى داخل الطائرة. إرلو الذي كان يشار إليه بحسب تقارير استخباراتية أنه كان الحاكم الإيراني لدى الحوثيين في صنعاء وضعته الولايات المتحدة الأمريكية ضمن قائمة العقوبات. وكانت الخارجية الأمريكية قد حذرت بعد وصول إرلو إلى صنعاء من تفاقم الصراع في البلاد. لمناقشة هذا الخبر والمواضيع ذات الصلة أرحب بضيفي من القاهرة الصحفي نزار الخالد. مرحبا بك أستاذ نزار. أهلا وسهلا أخي العزيز وأهلا بالمشاهدين. كما هي تحية لمن سينضم إلينا عبر الهاتف. فاصل قصير ومن ثم نبدأ النقاش. أستاذ نزار، يعني تضاربت الروايات بخصوص وفاة المدعو حسن إرلو. الرواية الرسمية الإيرانية تقول أنه متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، ورواية المعارضة تقول أنه متأثرا بجروح ربما إثر غارة جوية أو تصفية حسابات مع طرف من ميليشيا الحوثي. بعيدا عن تضارب هذه الروايات، ما هي الضربة المعنوية لميليشيا الحوثي إثر وفاة حسن إرلو؟ أخي العزيز، أولا علينا أن ندرك من هو حسن إرلو. حسن إرلو أخطر رجل في الحرس الثوري الإيراني، وهو لا يقل خطورة عن السليماني والمهندس، بل يزيدهم خطورة على أنه ماسك الملف اليمني منذ سنوات طويلة ويدرك المفاصيل الاجتماعية والسياسية في اليمن. إرلو طبعا رجل عقائدي وأتى إلى اليمن ليمارس هذا، ورجل كذلك يكره العرب بما عرف عنه في وسائل الإعلام الإيرانية، وعنده الفكرة إعادة استعادة الإمبراطورية الفارسية على حساب الجزيرة العربية. حسن إرلو أخطر ما قام به في صنعاء هو نشر الجانب العقائدي الاثنا عشرية، وكرسها بشكل كبير في كثير من
الندوات والورش العمل أو الدورات التي قاموا فيها، وهو عملية أخلاق خلق النشأ يمني موالي للفكر الإيراني، وهذا أخطر ما قام به هذا الرجل. طبعا ما قام به كذلك هو عملية الاغتيالات التي تمت داخل العاصمة صنعاء لكثير من الشخصيات السياسية، وإن كانت محسوبة على الحوثيين، ولكن استطاع هذا الرجل على أن يخلق من داخل صنعاء تيار سياسي. نعم. تيار سياسي عقائدي بشكل كبير. هو كان له مهمتين رئيسيتين إرل وفشل فيها. المهمة الأولى الذي كان على أساس إسقاط مارب لتكون ورقة بيد الإيرانيين في مفاوضات فيينا فيما يخص المفاعل النووي، والوصول إلى باب المندب والسواحل اليمنية ليعزز السلوك العدائي الإيراني تجاه العرب، وهذا ما يريده هو باب المندب ومضيق هرمز. ولكن الله سبحانه وتعالى لم يعطي للإيرانيين ما يريدون، واستطاع الحراس الجمهورية في الساحل الغربي من إغلاق كل المطامع الإيرانية في تلك المنطقة، وأبطال في مارب كذلك تمكنوا من إنهاء أحلام إيرلو وبلاد فارس. نعم. عموما للمزيد من النقاش أرحب بضيفي عبر الهاتف، حمود أرويس الكاتب والمحلل السياسي السعودي، وأيضا الدكتور محمد جميح الكاتب والباحث السياسي. مرحبا بكما. ولو بدأت معك أستاذ حمود، يعني منذ تعيين حسن إيرلو سفيرا لدى ميليشيا الحوثي، كان ذلك في أكتوبر من العام الماضي، وميليشيا الحوثي إن صح التعبير تخطت الكثير من الخطوط الحمراء، كانت البداية مع استهداف موكب الحكومة اليمنية في مطار عدن نهاية العام الماضي، ومرورا بالتصعيد في مأرب، وأيضا وصولا إلى استهداف المملكة العربية السعودية والمحافظة اليمنية، الاستهداف المكثف بالصواريخ البالستية والطيران المسير. هل وفاة إيرلو سوف تفقد الحوثيين إن صح التعبير حبوب الشجاعة؟ أستاذ سامر، واليمن أصحح المعلومة، حسن إيرلو لم يكن في صنعاء مجرد سفير لإيران، فهو كان الحاكم الفعلي الذي يدير الميليشيات ويدير توجهاتها، وهو من يقوم في يده عملية توزيع الأموال، تقسيم المجتمع، تقسيم حتى الميليشيات الحوثية، كان يشرف بشكل مباشر على عمليات العسكرية في مأرب، كان له أدوار أكثر من كونه سفيرا لدولة في دولة أخرى، باعتقادي أنه كان أعلى حتى من السلطة الحوثية في صنعاء، فمقتله يوجه ضربة قاسية لإيران من جهة وللحوثي من جهة. الحوثي الآن فقد السند الكبير، المخطط الأكبر، الشخص الذي كانت تدور حوله الأفراد الحوثيين بعد أن قام بتقسيم ميليشيا الحوثي ذاتها التي كانت تدور حول الإمامة، وأصبحت الآن تدور حول ولائية لإيران وغير ولائية لإيران، وأصبح هناك أشخاص جاءوا من خلف الصفوف ليتصدروا القائمة، أصبح هناك حزازيات حتى بين الميليشيات الحوثي نفسها. عندما توجه إلى مأرب ووضع الثقل الإيراني وثقله هو شخصيا وثقل الميليشيات الحوثية في مأرب، وجهت لهم ضربات قاسمة، أربكت إيران، أربكت الحوثي، أربكت القيادة في صنعاء التي بدأ استنفاد الوقت واستنفاد المقاتلين، و يشكل ضغط كبير عليها. فعندما يفقد مثل هذا الشخص في صنعاء، واحد الحوثي سيكون في ربكة من الأمر،
من كان يجري العمليات، من كان ينسق مع إيران، من كان ينسق مع حزب الله، من كان يجمع الخبراء، من كان يرسل التخطيطات. وكلنا نعرف أن حسن رين هو عضو فاعل في الحرس الثوري الإيراني، ورجل عسكري ذو خلفية عسكرية وجاء لعمليات عسكرية. هناك مأرب تعتبر هي درة العرش بالنسبة للحوثي في الحصول عليها لمكانتها السياسية ومكانتها الاقتصادية ومكانتها الاجتماعية لدى المجتمع اليمني. فأعتقد أنه بمقتل حسن إيرلو هناك ضربة كبيرة وجهت للميليشيات الحوثية في الداخل ولإيران في الخارج. أسلوب قتله، أسلوب نقله كان محرج للقيادة الإيرانية، وكان محرج أيضا وكاشف لميليشيات الحوثية. هناك سيناريوهات تحدثت عن كيف قتل حسن إيرلو، بالتأكيد ليس من بينها كورونا. لو كان كورونا ونقل بالكورونا، فنعرف أنه أي مريض كورونا ينقل من البيت إلى مستشفى إلى أي مكان، يكون هناك احترازات وهناك تجهيز طبي وتجهيز حتى الطائرة الطبية تكون مجهزة لنقل مريض كورونا، لكنه نقل في طائرة اختلاط عادية وكان الناس يجلسون معه بطريقة عادية، يدل على أنه كورونا هذا أمر مستبعد. ويبقى السيناريو الآخر كيف قتل حسن إيرلو في اليمن. نعم، عطفا على ما ذكرته أستاذ حمود، وما ذكرته يتوافق ربما مع تفسير الدكتور محمد جميح. دكتور محمد، أنت كنت في تغريدة على تويتر قد تحدثت بأن الإصابة أو وفاة إيرلو بكورونا هي مجرد تخريجة للكثير من الأمور. هل ترجح سيناريو أن يكون إيرلو قد تعرض لغارة أو تصفية ربما في ظل صراع الأجنحة الحوثية؟ في البدء أحييك وأحيي ضيوفك والمشاهدين. يعني أخي الكريم، كورونا بالنسبة لعلاجات كورونا هي علاجات عادية، هي علاجات أي حمى عادية، وكورونا لا يحتاج أكثر من أسطوانة أكسجين وبعض المهدئات والمضادات الحيوية. ليس هناك في العالم علاج غير ذلك، وهذا متوفر في صنعاء. يعني كان بإمكان أي مستشفى في صنعاء أن يوفر كل هذه العلاجات لحسن إيرلو لو أن الأمر يعتبر كورونا، ولما استلزم ذلك خروجه إلى إيران. لكن في حقيقة الأمر الاحتمال الأرجح أنه قتل، وأنه ربما خرج مصابا أو خرج جثة هامدة بعد مقتله، إما في غارة جوية أو في شكل آخر من الأشكال، لا ندري التفاصيل طبعا، لكن كل ذلك تحليل. لكن الشيء الذي يمكن أن نكون أقرب فيه إلى الجزم هو أنه لم يصب بكورونا، لأن ذلك لا يستدعي خروجه في حالة استنفار وإيفاد طائرة عسكرية لإخراجه، إلا إذا كان الأمر أخطر من ذلك. ومع كل ذلك أنا في تصوري أنه لا ينبغي أن نعول كثيرا على مقتل حسن إيرلو. هو مجرد فرد في نظام إجرامي، ومجرد فرد أو سفير يعني مفوض لدى ميليشيا، والعلاقة بين الميليشيا وهذا النظام هي علاقة عضوية، وبالتالي فإنه إذا ذهب حسن إيرلو لابد أن يوفد النظام شخصا آخر للإشراف على العمليات. ولذلك علينا أن نكون مستعدين لوصول إرهابي آخر ليحل محل حسن إيرلو، والمعركة لم تنتهي بمقتله. لا شك بطبيعة الحال أن قتله كان انتصارا عظيما لأولياء الضحايا، لأن هذا رجل يداه ملطختان بدماء اليمنيين بل ودماء العرب، لأنهم من قيادات الحرس الثوري الإرهابية، ولك أن تعلم أنه كذلك مطلوب على قوائم المعاقبين الأمريكية. فهو بكل الاحتمالات رجل مجرم ورجل إرهابي، ونال مصيره الذي يستحق. ولكن أنا في تصوري أنه لم يصب بكورونا إطلاقا للأسباب والمبررات التي ذكرتها له. نعم، أرجو أن تبقى معي دكتور. بالعودة إليك أستاذ نزار، هل تتفق مع ما طرحه الدكتور محمد بأن ذهاب إيرلو لن يعني أن موقف ميليشيا الحوثي سوف يتضعضع، وأنهم يعني سيأتون الإيرانيون سيأتون ب شخص يقوم بنفس الأدوار التي كان يقوم بها حسن إيرلو؟
أنا أتفق مع طرح الدكتور محمد أن لا نعطي هذا الموضوع كثير من الزخم، لأنه الإيرانيين أهلوا كذلك من بعض الحوثيين في لديهم في الحرس الثوري الإيراني، وهم من يقودوا المعارك على الأرض، ولديهم خبرة من خلال تواجدهم في كانوا في إيران في دورات تدريبية سابقة. وعلى ما كما تحدث الدكتور صحيح أنه ذهب إرهابي وسيأتي إرهابي آخر، لأن نحن نتعامل مع نظام إرهابي ذو فكر شاذ له رؤية أو له أطماع في منطقة الجزيرة العربية بشكل عام، وعلى العرب بشكل خاص أن يدركوا على أن الخطر الإيراني لن يكون في اليمن فقط، ولكن على مستوى الجزيرة العربية، والملاحظ كذلك على التصرفات النرجسية التي تقوم بها إيران تجاه القضايا العربية. الشيء الذي كمان لا أود أن نشير موضوع مقتل إيرلو. مقتل إيرلو هو أكثر رواية ربما هي كانت صحيحة، هي أثناء اجتماع في ورش المسيرات الطائرة، وقتل مع مجموعة من القيادات الحوثية، ولم تعلن إلا عن الوهبي، واليوم تحدثوا عن مقتل الحمزي، وأكبر والمؤكد أن الأسبوع القادم سيتحدثوا عن مقتل عدد آخر. علينا أن نوحد الصف الجمهوري بشكل عام باتجاه قضية مركزية، وهي إنهاء أدوات الفارس داخل اليمن، بغض النظر عنها تلك الأدوات من كانت ومن وما هي. احنا الآن الحرس الثوري الإيراني بالتأكيد سوف يضاعف خلال الفترة القادمة من هجماته في اليمن من خلال أدواته لأسباب سياسية، وعلى ما ذكرت لكم أنه الآن أصبح أمامه المفاوضات القادمة قريبا في فيينا، فيريد على الأقل يدخل هذه المفاوضات في ظل سقف عالي بالسيطرة على محافظة مأرب التي عجز فيها من خلال ثلاثة أشهر. نعم. بالعودة إليك أستاذ حمود، يعني بالتزامن مع مقتل حسن إيرلو كان هناك محادثات بين الرياض وطهران. الخارجية الأمريكية رحبت بهذه المحادثات وتأمل بأن تؤدي إلى خفض التصعيد. الخارجية الإيرانية في المقابل قالت بأنها تأمل بالمضي قدما في الحوار من أجل يعني تحقيق تقارب في القضايا الثنائية والإقليمية. كيف تقرأ الرياض مثل هذه التصريحات؟ أولا يجب أن نصحح الفكرة لدى حرب في اليمن هي حرب بين السعودية واليمن، أو حرب بين السعودية وإيران. القضايا الشائكة بين السعودية وإيران هي قضايا كثيرة جدا، أحدها هو تواجد إيران في المنطقة العربية وتدخل في الشأن الداخلي في الدول العربية، في العراق، في سوريا، في لبنان، في اليمن. فقضايا بين السعودية واليمن، السعودية وإيران، هناك ملفات كثيرة تفتح بما فيها دعم الجماعات الإرهابية في البحرين، جماعات بحرين الإرهابية في الكويت، الجماعات الإرهابية في شرق المملكة العربية السعودية، الخطر النووي، خطر الصواريخ البالستية. هذه الملفات كثيرة التي تناقش بين السعودية وبين إيران. أما في اليمن فهناك صراع بين الشرعية والجمهورية من جهة، والحوثي أحد أذرع إيران من جهة أخرى، وهي جزء من أحد هذه الملفات التي يمكن النقاش عليها. المملكة العربية السعودية دولة مدت يد السلام إلى إيران في مرات كثيرة جدا، وليس لديها مانع أن تجلس مع إيران لحلحلة هذه الملفات التي تهدد الأمن الإقليمي للدول الخليج والمنطقة العربية، والتي أيضا تهدد الشأن السعودي الداخلي وجيران السعودية مثل اليمن والبحرين والعراق والكويت، وهذه الدول التي تخضع إلى تهديدات إيرانية مستمرة. في اليمن هناك صراع بين الشرعية والجمهورية اليمنية التي بنيت طوال هذه السنين، وبين الميليشيات
حاربت الجمهورية اليمنية على مدى 7 حروب متتالية أرادت فيها إسقاط الجمهورية. هناك مشروع كبير جدا في اليمن ضد اليمن وضد اليمنيين، ولكن المملكة العربية السعودية دخلت بتحالفها الدولي لدعم شرعية اليمن، لدعم الجمهورية اليمنية، لدعم بقاء واستقرار جمهورية اليمن وإبعاد الخطر الإيراني حتى لا تتحول اليمن يوما من الأيام إلى ما حدث في العراق ويحدث الآن في لبنان. حتى وإن كان هناك محادثات سواء ما حدث في العراق عدد من الجلسات أو حتى ما أعلنت عنه الخارجية الإيرانية من اللقاء المجاملة بين وزير الخارجية السعودي ووزير الخارجية الإيراني في إسلام أباد على هامش اجتماع منظمة التعاون الإسلامي لدعم أفغانستان، فالسعودية لا زالت تفتح يدها للحوار وهي مستعدة أيضا للذهاب في هذا الحوار إذا كان هذا فيه مصلحة السعودية ومصلحة الإقليم كاملا بما في دول الخليج واليمن. حمود الرويس الكاتب والمحلل السياسي أشكرك جزيل الشكر. بالعودة إليك دكتور محمد، يعني ميليشيا الحوثي كانت قد منت أتباعها ومقاتليها، كان ذلك في رمضان الماضي بالصوم في مأرب والإفطار من تمرها، إلى أي مدى يعني يعد خبر وفاة إيرلو، خصوصا أن هذه الأماني كانت بإعاز إيراني وهذه التوجهات، إلى أي مدى وفاة إيرلو ربما يبدد تلك الأماني والأحلام؟ هو في الحقيقة أن التصريح الذي أوردت ورد على وكالة فارس الرسمية للأنباء في إيران، أوردت بأن لنصومن في مأرب ولنفطرن على تمرها هكذا. نعم. وبالتالي يعني نحن نتحدث عن رمضان الماضي، وقبل ذلك طبعا الحوثيون مع كل رمضان يقولون بأنهم سيفطرون في رمضان، ومع كل ذكرى لمعركة بدر في 17 من رمضان يشنون بدرهم الخاصة بهم على مأرب من أجل أن ينالوا النصر الذي تحقق في معركة بدر بين الرسول وقريش وهكذا. ولكن المسألة في تصوري هي وفي الواقع يعني هي لم تبدأ من رمضان الماضي، بل منذ 2015 والحوثيون يعني يشنون الهجمات على هذه المحافظة وصولا طبعا إلى منابع النفط والغاز، وهذا هو المهم بالنسبة لهم، بالإضافة إلى تحكم مأرب في طرق الطرق الرابطة بين شمال البلاد وجنوبها وبين شرقها وغربها، والطريق الدولي المؤدية إلى المملكة العربية السعودية عبر العبر، والمؤدية أيضا إلى سلطنة عمان عبر محافظة حضرموت والمهرة. إذن المحاولات هي قديمة، ولكنهم في طبيعة الحال يعني وجدوا أن الحرب في مأرب ليست نزهة، ويعني قبل في بداية الهجمة الأخيرة يعني جاء في تصريحات نسبتها قناة الميادين الإيرانية لمسؤولين إيرانيين وحوثيين بأن القوات المهاجمة يفصلها عن مدينة مأرب أيام، وانقضت الأسابيع ولم يصل الحوثيون إلى مأرب تماما كما انقضت الشهور وانقضت قبل ذلك السنوات، والحوثيون لم يصلوا إلى مبتغاهم في وضع النفط والغاز في جيوبهم. طبيعة الأرض وطبيعة الناس وطبيعة الذين هجروا أيضا من ديارهم وأتوا إلى مأرب يدافعون عن أنفسهم بعد أن لاحقهم الحوثيون إلى مأرب، كل هذه عوامل مساعدة تساعد في صمود مأرب، بالإضافة إلى القضية الجوهرية وهي أن الحوثيين معتدون وأن مأرب تدافع عن نفسها وتدافع عن اليمن وتدافع عن الجمهورية ولم تعتدي عليهم، بل هم الانقلاب ومأرب تمثل الشرعية. وبالتالي أخي العزيز أنا أتصور أن هذه الهجمات هي لن تنال مرادها، كل ما في الأمر أنه للأسف الشديد سيدفع الحوثيون بالمزيد من المغرر بهم من إخوتنا لمحارق الموت في مأرب، ولن يحققوا شيئا، والحوثيون أصلا لا يعتبرون بما يجري لهؤلاء المقاتلين في مأرب، لأنهم يستفيدون في الحالين، إن تحقق نصر كسبه الحوثيون حسب تصورهم، وإن قتل الذين يهاجمون فإنهم يستخدمون دماء هؤلاء القتلى كشهداء لدى قبائلهم وإخوانهم في مناطق سيطرة الحوثيين من أجل أن يجيشوا باسم الثأر للشهداء وباسم الثأر. نعم. خصوصا أنهم الآن وإلى آخر هذه الأسطوانة المعروفة.
الآن يحيون ما يسمى بالذكرى السنوية للشهيد الدكتور محمد جميح الكاتب والباحث السياسي. أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة، وقبل أن نستكمل بقية النقاش نتوقف عند هذا الفاصل القصير. أهلا بكم من جديد. بالعودة إليك أستاذ نزار، كنت قد تحدثت قبل هذا الفاصل بأن حسن إيرلو بالإضافة إلى المدعو الحمزي ربما يكونون ضحية استهداف لغارة جوية. إلى أي مدى لو حدث ذلك ربما يؤثر على سلاح الطيران المسير لدى ميليشيا الحوثي؟ أولا أود أوضح للأخ حمود فيما طرحه على أن المعركة ما بين اليمن والحوثيين، وهذا عليه أود أوضح أن المعركة في اليمن هي ما بين اليمنيين والإيرانيين، هي ما بين العرب وإيران. إيران حاولت في حربها مع العراق 8 سنوات للدخول إلى الجزيرة العربية، واليوم تأتي إيران من خلال اليمن للدخول إلى الجزيرة العربية. الهدف الإيراني هو التوسع على الإمبراطورية الفارسية في الجزيرة العربية والسيطرة على باب المندب وعلى الإخوان في الخليج، الإدراك هذه الحقيقة على أنهم هم المستهدفين بدرجة أساسية من التواجد الإيراني في اليمن، وسيطرتهم على أي جزء من أجزاء اليمن معنى أنه يريدوا الوصول إلى باب المندب، والذي سيسبب إشكالية كبيرة لهم عسكرية وأمنية واقتصادية في البحر العربي والبحر الأحمر. نعم. فيما تحدثت يا أخي العزيز عن سؤالك، بالتأكيد على أن الضربات الأخيرة التي تمت في مطار صنعاء وفي عدد من المناطق، وآخرها ما تم نشره على أنه استهدف الورش الخاصة بالمسيرات، بل مؤكد على أنها ستحد كثيرا جدا من عملية إطلاق الطائرات المسير، بخلاف على أنه الآن هناك كوادر يمنية في حراس الجمهورية أصبحوا عندهم قدرة عالية جدا للتعامل معها، وأصبحوا ربما خلال فترة بسيطة أنه من خلال ما نشاهد أو نقرأ أو نتابع على أنهم سيحيدوا هذا السلاح من المعركة بشكل كبير. ما تعرض له الحوثيين خلال الفترة الأخيرة هي كانت ضربات مركزة ودقيقة جدا، وبوفق معلومات من المؤكد استخبارية على الأرض، لأنه تم الضرب في مناطق الورش وقبل انطلاق بعض المسير.
نعم، عموما وقبل أن نستكمل بقية النقاش نتوقف عند مقال للكاتب أحمد ردمان بعنوان مرتزقة العدوان. تزويق الألفاظ لا يطمس الحقائق، وضجيج الإعلام لا يقنع العقلاء بالأوهام، ذلك أن بريق الحقيقة كفيل بإزاحة الستر المعتمة أمام الجماهير تجاهها. يستمر السلاليون في مسيرتهم الإجرامية بالتوازي مع سيرهم في المسيرة التضليلية بغية قتل اليمنيين وإقناعهم بأهمية قتلهم، كون ذلك سيذهب بهم إلى مقابر مكسوة بالخضرة التي يتم الإنفاق على سقايتها من أموال من بقي حيا من اليمنيين. لقد عرف الناس دوافع المرتزقة عبر العصور بأنها مقصورة على الكسب المادي والاستثمار في رأس المال البشري، لكننا في اليمن لنا مع المرتزقة شأن آخر، إذ يمر على دمائهم مشروع إذلالهم، ويبنى على جماجمهم مشروع أعدائهم، ويظلم على أيديهم أبناء جلدتهم المدافعين عن حقوقهم وكرامتهم، وتضيع من دائرة ملكيتهم حقوقهم لصالح من جندهم بعد أن يحققوا له انتصارا على حسابهم. إن قدر الأحرار في اليمن أن يدافعوا عن حقوق المرتزقة الذين يقاتلونهم ويذودون عن مستقبل أبنائهم وأحفادهم في مشهد يجسد قول ذلك الرجل الصالح: يا ليت قومي يعلمون. وها هي السلالة تحشد مرتزقتها على أسوار مأرب دون مبالاة بمن احترق منهم أو ذابت عظامه في لظى نيران الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، لتثبت لليمنيين أنها بقدر ما هي مشروع فتنة فإنها مشروع يحمل بذرات فنائه من صفات الذلة والمسكنة التي يتمترس بها خلف مرتزقته الأغبياء. بالعودة إليك أستاذ نزار، يعني كيف تقرأ الأرقام الصادرة عما يسمى مؤسسة الشهيد التابعة لميليشيا الحوثي، والتي تتحدث فقط عن مقتل 42 ألف من محافظة صنعاء ومن ذمار فقط، وإلى أين تريد ميليشيا الحوثي أن تصل بأتباعها؟ أنا طبعا أشكك في الرقم، على أنه الرقم يتجاوز هذا العدد. ما بتكون بميليشيات الحوثي الآن ذهبت إلى مدارس الأطفال، وهذا ما يؤكد على أنها بدأت تستنفذ كثير من الكوادر البشرية من الشباب اليمني. العدد يعني المؤكد هو يفوق هذا العدد، وهي ما طرحته من أرقام هي لتضليل الرأي العام حول الفاجعة الحقيقية التي يتعرض لها اليمنيين جراء قيام هذه الجماعة بتنفيذ سياسة إيران في اليمن. نعم، الصحفي نزار الخالد أشكرك جزيل الشكر على هذا الطرح، والشكر دائما وأبدا لكم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، في أمان الله.